نعم سيد الكريم، يعني كعادته نظام الأسد يستفز أهالي درعا دوما من خلال يعني أفرعه الأمنية وتشكيلاته العسكرية التي تستمر بانتهاكاتها لاتفاق التسوية الذي أبرم في تموز 2018 عندما سيطر النظام على هذه المحافظة بدعم روسي وبضمانة روسية، غائبة اليوم عن هذه الأحداث دوما ما تتدخل في يعني نهاية هذه الأحداث ل يعني تفض هذه النزاعات وتمنع قيام جديد ل يعني ثورة جديدة أو غضب عارم جديد من يعني قرى ومدن وبلدات محافظة درعا. طبعا اليوم الكرك الشرقي يعني تحاصر من عدة جهات من قبل قوات النظام والمخابرات الجوية وتشكيلات النظام العسكرية الأخرى من طريق الغارية الشرقية الواقعة يعني غرب بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي، وأيضا من جهة رخم ومن جهة اللواء 52 وأيضا من جهة محافظة السويداء الجهة الشرقية لبلدة الكرك الشرقي، وهناك مطار الثعلة الذي استهدف هذه البلدة يعني أول أمس الأحد عندما يعني تصاعدت الأحداث هناك إثر استهداف مجهولون من أبناء هذه البلدة لحادث عسكري يعني قوات الأسد، وقتلوا فيه 3 عناصر وضابطين بينهما مقدم يعني من مدينة جبلة. يعني أيضا بالإضافة لذلك يعني العديد من البلدات اليوم يعني ثارت نصرة للكرك الشرقي، بينما يلوح النظام بعملية عسكرية فيما لو يعني لم يتم الرضوخ لمطالبه من قبل شبان البلدة، إذ طالب بتسليم 6 من شبان البلدة بالاسم، إضافة لتسليم العديد من الأسلحة الذين استولوا عليها شبان هذه البلدة عندما هاجموا حاجز المخابرات الجوية منذ يومين في هذه البلدة. طيب أستاذ عامر، هناك من يقول أن هناك تناحر وتصادم بين الحلفاء بريف درعا، يعني بين قوات الحكومة مدعومة من الفصائل الإيرانية والفيلق الخامس الذي شكلته روسيا من فصائل ما تعرف بالتسويات، يعني بين روسيا والحكومة السورية وإيران، كيف تقول؟ كيف ترد؟ يعني صراحة اليوم فعليا هناك يعني الجهتين الأبرز وجودا في الجنوب السوري في محافظة درعا تحديدا هما الميليشيات الإيرانية والجانب الروسي الذي يعني جند العشرات بل يعني الآلاف من أبناء محافظة درعا لصالح اللواء 8 الذي كان سابقا الفيلق الخامس وانفصل حاليا، وأصبح اللواء 8 المدعوم روسيا في محافظة درعا ويضم يعني آلاف الشبان الذين أجروا التسويات وانشقوا عن النظام حتى وانضموا لهذا يعني اللواء لحماية أنفسهم، ويعني أصبحوا يعني يقومون يعني سويا ويحاربون أيضا التمدد الإيراني في الجنوب السوري. بالمقابل أيضا هناك نشاط كبير للميليشيات الإيرانية، ولكن لا يوجد حرب يعني حقيقية اليوم أو تصارع حقيقي بين هذين الجهتين إلا عن طريق عمليات الاغتيال التي يعني نشاهدها دوما في محافظة. طيب أستاذ عامر، تقول أن هناك من يقول أنه تمدد إيراني في الجنوب ولا تتوقع أن تكون هناك حرب يعني كبيرة، إذا ما السيناريو المنتظر لدرعا أمام زيادة التوتر واشتباكات أيضا هذه التعزيزات لقوات الحكومة؟ هل تعتقد أن يكون هناك تعديل على اتفاق الجنوب السوري الذي أدى إلى ما تعرف بالمصالحات والتسويات؟ يعني صراحة يعني كما حصل سابقا في مدينة الصنمين أو في بلدة كناكر الواقعة في ريف دمشق الغربي والقريبة أيضا من الجنوب السوري، كانت تتدخل يعني الفيلق الخامس أو الجانب الروسي يعني جنرالات روسية تحضر في اللحظات الأخيرة وتوقف هذا التصعيد كاملا من خلال يعني اتفاق تخصصه لتلك المنطقة عن غيرها من المناطق، وبحيث يعني تقوم بإيقاف وإخماد يعني الغضب الحوراني اليوم في يعني المحافظة الواقعة جنوب سوريا. ويعني بالإضافة إلى ذلك فإن التوقعات بأن هذه العمليات الاغتيال يعني الفلتان الأمني في المحافظة سيستمر. يعني قبل قليل وصل يعني خبر اغتيال 2 شابين انضويا ضمن الفيلق الخامس الروسي أو اللواء 8 يعني وهم من أبناء محافظة درعا من أبناء الريف الغربي بلدة سحم الجولان تحديدا، تم اغتيالهما يعني أصيب أحدهما والآخر توفي على الفور، يعني كما ذكرت هما يعني يتبعان للفيلق الخامس الروسي. أشكرك جزيل الشكر عامر الحوراني الناطق باسم تجمع إحرار حوران على هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الحدود السورية الأردنية.